الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. قبل ما نبدأ بقى نتكلم عن أخبارنا النهاردة وعن مواضيع كمان حلقتنا، في موضوع مهم جدا جدا لازم نتكلم فيه ولازم برضو نديله حقه. عايزين نتكلم على اللاعب رقم واحد في النادي الأهلي اللي من غيره الفريق بيفقد أهم عنصر من عناصر تفوقه على أي فريق تاني وعلى أي موقف صعب بيمر بيه. ده بجد محتاج طبعا حلقات وحلقات كتير عشان نقدر نتكلم عليه ونوفي له حقه. زمان احنا كنا بنسمع كلام كتير بيتقال ان الجماهير هي اللاعب رقم 11، وبعدين بقى اتطور الموضوع بعد كده، بعد طبعا ما بقى الجمهور دور اكبر وفعاليه اكتر، وبقى في ناس كمان تانية بتقول ان هو الجمهور هو رقم واحد او اللاعب رقم واحد. في بقى اللي بيقول ان هو رقم 11 وفي اللي بيقول ان هو رقم واحد، بس احنا في النادي الاهلي عارفين ومتاكدين ان جمهورنا هو اللاعب الاهم، وده مش كلام انشا ولا كلام شاشات واعلام، ده كلام حقيقي كلنا عارفينه وكلنا شايفينه ومن زمان جدا. تاريخ النادي الاهلي وبطولاته بتشهد على الكلام ده دايما، ومش بس في كره القدم، كمان في كل الالعاب اللي بيلعبها النادي الاهلي. العلاقه ما بين جمهور النادي الاهلي واداره النادي ولاعيبه الفريق علاقه قويه جدا، كلها حب واحترام. جماهير النادي الاهلي بيعتبروا نفسهم اعضاء في النادي، بيغيروا على كل شبر من تراب النادي. جماهير النادي الاهلي في كل مناسبه بيتضرب بيهم المثل في الولاء وفي التضحيه وفي الوفاء للنادي. جماهير النادي الاهلي دايما بتحس انها ظهر بيتسند على النادي في اي موقف صعب بيمر بيه. جماهير النادي الاهلي دايما بتقول جمهوره ده حماه وعلى الحلوه والمره معاه والمره قبل الحلوه. كلام كتير وشعارات كتير طبعا بيرددها جمهورنا الكبير، مش بتكون ابدا مجرد كلام ولا شعارات، بالعكس دي بتكون حقيقه واضحه وملموسه جدا واي حد يقدر يشوفها. اللي حصل اول امبارح في مباراه سان داونز ده مش طبيعي، مش طبيعي ان فرقتك تكون مغلوبه 5-0 في مباراه ذهاب وخلاص انت متاكد ان مباراتك او ان انت خلاص فريقك خارج من البطوله دي بنسبه 99%، وتلاقي بقى الجمهور رايح ومصمم ان هو يشجع فريقه ويقف معاه لاخر لحظه بكل قوه وثقه وروح رياضيه. ده بجد مش طبيعي، بس لو كان مع اي فريق تاني غير النادي الاهلي واي جمهور تاني غير جمهور النادي الاهلي. لكن بقى لما يكون النادي الاهلي وجمهوره ده بيكون العادي، لان هو ده الطبيعي وهو ده اللي معروف عن جمهور النادي الاهلي، الجمهور العظيم. عندنا النهاردة كلام كتير وأخبار كتير في حلقتنا. ضيفنا النهاردة ضيف البرنامج الناقد الرياضي أستاذ محمد القوصي في الفقرة الأخيرة من برنامجنا كلام في الميديا. هنبتدي بقى حلقتنا كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الأهلي يبدأ الاستعداد لبيراميدز ويغلق التدريبات من الغد. لاسارتي يطالب اللاعبين بغلق الملف الإفريقي. الحفيظ يطمئن هاتفيا على وليد سليمان وسعد سمير في ألمانيا. الأهلي يرسل تكاليف حكام مباراة بيراميدز اتحاد الكرة. اليوم طرح تذاكر أمم أفريقيا إلكترونيا. رسميا الكاف ينقل مباراة الهلال والنجم الساحلي بالكونفدرالية لمصر. محمد صلاح يزين التشكيلة المثالية في الدوري الإنجليزي. وكالعادة نبتدي حلقتنا بأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة. الأهرام، لاسارتي يرفض تقديم استقالته رغم الخروج من دوري الأبطال. مدرب الأهلي: توليت المسؤولية منذ 3 أشهر فقط وفعلنا كل شيء أمام سان داونز، انتهاء موسم ندفد وسعد سمير ومحمد محمود، والمدير الفني يطالب بالتركيز في الدوري.
الأخبار، الأهلي يبحث مصالحة الجماهير ويستعد للقاء عنق الدجاجة مع بيراميدز. المصري اليوم، الأهلي يمرض ولا يموت، ضربات زادت من قوة المارد الأحمر واعتاد التهام منافسي بعد فقدان الألقاب. اليوم السابع، الأهلي يتجاوز محنة الخروج الأفريقي ويبدأ مهمة رد الاعتبار أمام بيراميدز. الأخبار المسائي، مصير لاسارتي على المحك، الخطيب يرفض الإطاحة بالمدير الفني والفريق يستعد للطرد من بيراميدز. الوطن، الجمهور على المرة قبل الحلوة معاك يا أهلي. المصري اليوم، أعظم جمهور في الكون، جماهير الأهلي تضرب مثال في الوفاء وتهتف للاعبين رغم الوداع الحزين. نروح مع حضراتكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الصحافه. هنبتدي مع الاهرام اللي اتكلمت عن موقف كابتن محمود الخطيب بعد مباراه يوم السبت، وقالت انه طلب من سيد عبد الحفيظ مدير الكوره قفل ملف الخروج من دوري ابطال افريقيا نهائيا والتركيز في مواجهه بيراميدز يوم الخميس اللي جاي في الدوري الممتاز. وقالت ان الخطيب برغم غضبه الشديد بعد طبعا الخروج من دوري ابطال افريقيا، الا انه مقتنع بان الفريق ادى كل اللي عليه في المباراه الاخيره وكان مسيطر سيطره كامله على المباراه، وضيع طبعا فرص كتير جدا للتهديف، وكمان ألغى الحكم الجامبي بكاري جسامة هدف صحيح وتغاضى عن 3 ضربات جزاء على الأقل. مش بس كده، كمان ده كمان حجم لعيبة النادي الأهلي بالإنذارات الكتير اللي بسببها طبعا كان في قلق أو كان في توتر في المباراة، وكانت بسبب ومن غير سبب كمان. كمان مساعد الحكم برضو كان ليه أخطاء كتير، وكمان اتكلم عن الفريق المنافس وكمان قد إيه هم أهدروا الكثير من الوقت، وكان بصورة طبعا مبالغ فيها. وكمان قال الأهرام هيغيب عن النادي الأهلي في الفترة اللي جاية كريم نادفيد، واللي أجرى امبارح جراحة في غضروف الركبة ومش هيرجع للملاعب قبل نهاية الموسم. كمان سعد الدين سمير واللي سافر لألمانيا عشان يعرض حالته على طبيب ألماني شهير جدا متخصص في إصابات الرباط الصليبي الخلفي، وهيغيب كمان لنهاية الموسم. كمان محمد محمود طبعا اللي دلوقتي بيعمل تأهيل خاص في ألمانيا ومش هيرجع برضه قبل بداية الموسم اللي جاي. كمان سافر امبارح لألمانيا وليد سليمان صنع ألعاب الفريق عشان يطمن على ركبته طبعا بعد ما انتهى البرنامج التأهيلي الخاص بيه وتعافى من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة واللي تعرض ليها في مباراة شبيبة الثورة الجزائري في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا قبل مشاركته في المباريات. رفض كمان مارتين لاسارتي الكلام عن استقالته أو عن رحيله عن الفريق في الفترة الحالية بعد طبعا ما خرج من دوري أبطال أفريقيا، وقال إن فريقه عمل كل اللي عليه فنيا وتكتيكيا أمام سان داونز بهدف تغيير مواجهة الذهاب، وقال إن النادي الأهلي قدم في المجمل مباراة كويسة جدا وإنه على المستوى الشخصي فخور باللعيبة، لكن هي دي كرة القدم. وطبعا هو حزين إن هو ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا واللي كان بيطمح إن هو يفوز بلقبها مع النادي الأهلي، لكن في النهاية بيتوجه طبعا أو توجه بالشكر لجمهور النادي الأهلي على مساندة الفريق طبعا اللي شفناها في المباراة، وقال إن هو تعاقد مع النادي الأهلي من 3 شهور وكنا متأخرين في جدول الدوري ب 12 نقطة عن الفريق المتصدر، لكن دلوقتي إحنا في المركز الأول وتخلصنا إلى حد كبير من الإصابات، وبشكل عام عندي أهداف كتيرة بسعى إن أنا أحققها مع النادي الأهلي. الأخبار فقالت إن توديع النادي الأهلي للبطولة الأفريقية على إيد سان داونز كان طبعا ممكن يكتب نهاية جيل بأكمله وينهي تماما على مستقبل كل من يرتدي الفانيلا الحمراء في الموسم الحالي، ولكن وقفة الجمهور، جمهور النادي الأهلي ورا فريقه وتشجيع الجمهور للفريق طبعا بعد نهاية اللقاء أبقت على أمال اللعيبة ورجعت لهم الثقة في نفسهم مرة تانية. الجمهور هو اللاعب الأفضل في لقاء سان داونز واستحق التحية بالفعل، ولكن في الوقت الحالي وبالرغم طبعا من توديع النادي الأهلي للبطولة الأفريقية، لكن لسه قدامه مهمة صعبة جدا عشان يرضي الجماهير الوفية. فبعد طبعا ما اطلق الحكم جسامه صافره نهايه لقاء النادي الاهلي وسان داونز الجنوب افريقي، ارتفعت بقى اصوات الجمهور عشان بتطلب من اللعيبه ان هم يحققوا الدوري، وقالت الدوري يا اهلي. ولكن رغم كل ده النادي الاهلي برضو كسب من ورا الخروج الافريقي ده حاجات كتير جدا، واهمها طبعا معرفه اللعيبه بثقه الجماهير فيهم، وده اللي اكيد هياثر على رفع مستواهم الفني وعلى طبعا روحهم المعنويه خلال الفتره اللي جايه بحثا عن التتويج بدرع الدوري المصري. وبعد اللقاء
اللقاء قفل النادي الاهلي تماما الملف الافريقي وبدا ان هو يركز على اللقاء الشرس طبعا مع بيراميدز يوم الخميس اللي جاي، وبتعتبر المباراه دي عنق الزجاجه لانها طبعا هتحدد بعد كده مسار الفريق الاحمر في الفتره اللي جايه بالفوز باللقب لقب الدوري المصري. فاكيد الفوز كمان في اللقاء ده يعني ان النادي الاهلي ان شاء الله هيستمر في قمه الترتيب وهيقرب اكتر لمعانقه اللقب المحلي. الجمهورية كمان قالت لا الأول هنروح دلوقتي معاكم نشوف آخر أخبار النادي الأهلي على المواقع. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي أو نبتدي الأول بالعناوين، موقع رسمي للنادي الأهلي قال إن الأهلي هيبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الأهلي يغلق تدريبات غدا. الوتر سبورت لاستارت يجتمع مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران. فيتو مران استشفائي للاعبي الأهلي عصر اليوم. اليوم السابع فحص طبي لأحمد الشيخ ومحارب في مران الأهلي. الشروق عبد الحفيظ يطمئن على وليد سليمان وسعد سمير في ألمانيا. في الجول الأهلي أرسلنا تكاليف حكام بيراميدز أوروبيون وعلى مستوى المباراة. البوابة سبورت رسميا 5000 مشجع يحضرون مباراة الأهلي وبيراميدز. الوفد طائرة الأهلي تعسكر في الإسماعيلية. الموقع الرسمي لنادي الأهلي، الأهلي يواجه الزمالك اليوم في دوري سوبر للسلة. نروح سريعا لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في مواقع الانترنت، وهنبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي هيبدا النهارده استعداداته لمواجهه بيراميدز والمقرر ليها ان شاء الله الخميس اللي جاي في المباراه المتاجله من الجوله ال 25 من منافسه مسابقات الدوري الممتاز. كمان الجهاز الفني للفريق بقياده مارتين لاسارتي منح اللعيبه راحه سلبيه من التدريبات امبارح يوم الاحد بعد ما خاضوا مباراه سان داونز، ودي طبعا كانت يوم السبت اللي فات في اياب ربع نهائي دوري الابطال الافريقي. لسه مكملين اخبار النادي الاهلي من على الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال برضو ان قرر الجهاز الفني للنادي الاهلي قفل تدريبات الفريق او غلق تدريبات الفريق الاول لكره القدم ابتداء من بكره يوم الثلاث استعدادا لمباراه بيراميدز في بطوله الدوري المصري الممتاز والمقرر ليها ان شاء الله الخميس اللي جاي على ملعب بترو سبورت. اعلن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره عن غلق التدريبات وأكد كمان على أهمية المباراة وعلى حرصه على توفير الأجواء المناسبة للمزيد من التركيز للعيبة والإصرار على الاحتفاظ بلقب الدوري المصري ممتاز. كمان الوطن سبورت قال ان القى مارتين لاسارت المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي محاضره للاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم يوم الاثنين. بيتناول لاسارت في المحاضره الكلام عن ضروره اغلاق الملف الافريقي والتركيز في المرحله الحاليه اللي طبعا بتشهد خوض العديد من المنافسات الحاسمه في مسابقه الدوري الممتاز، بجانب الكلام طبعا عن بعض الامور الفنيه الخاصه بمباراه بيراميدز اللي جايه. موقع فيتو قال ان خاض لاعبه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي اللي شاركوا في مباراه سان داونز الجنوب افريقي واللي اقيمت يوم السبت في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا تمرين استشفائي عصر اليوم على ملعب التتش في الجزيره. وكمان اليخاندرو مخطط الاحمال حط للعيبه او للجهاز الفني برنامج خاص طبعا عشان يكون برنامج استشفائي بعد اللقاء. كمان اليوم السابع قال ان خضع احمد الشيخ واسلام محارب لاعبه النادي الاهلي لفحص طبي قبل انطلاق تمرين الفريق النهارده يوم الاثنين على ملعب مختار التتش في الجزيره عشان يحددوا موقفهم من اعلان الجاهزيه بالتواجد في التمرين الجماعي ضمن الاستعداد لمواجهه بيراميدز يوم الخميس اللي جاي. بيعاني احمد الشيخ من الاصابه في ركبته وكمان بيعاني محارب من الام في الحوض، خاض الثنائي مؤخرا برنامج تاهيلي عشان يتعافوا من الاصابه ويقدروا يرجعوا مره ثانيه لحسابات الجهاز الفني بقياده لاسارتي. We'll be right back.
زي ما قلت لكم النهارده طبعا التدريب النادي الاهلي ابتدى الساعه 4 عصرا على ملعب مختار التتش، عشان نعرف بقى تفاصيل اكتر عن تدريب الفريق المقام حاليا على ملعب مختار التتش. معانا زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي. مساء الخير عليك يا شريف، وعايزه اعرف منك اخبار وكواليس تدريب النهارده. مساء الخير عليك شيما وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل يمكن تمرين الاهلي مستمر الان امامي في ملعب التتش، يمكن بدا التمرين في 4 عصرا التعداد لمباراه بيراميدز الخميس القادم في ملعب بيتو سبورت. خليني اقول لك ان كان في محاضره لمستر رشادي مع اللاعبين حوالي لمده 5 دقائق، اتكلم فيها عن غلق الملف الافريقي بكل مره وكل حلاوته، والتركيز فقط في بطوله الدوري الممتاز، التركيز فقط على تقديم عرض مشرف امام بيراميدز، التركيز في الفوز مصالحه جماهيره بالفوز ببطوله الدوري الممتاز. يمكن مستر جلساتي بعد عقد جلسه مع اللاعبين، كان في جلسه ايضا مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. الكابتن سيد عبد الحفيظ الان يمكن بيعقد جلسه مع اللاعب مؤمن زكريا، يمكن في اول ظهور ليه النهارده في اول تمرين، يمكن شارك في جزء من التمرين واكتفى بتمرين الجيم بعد جزء من التدريب البدني، والان بيعقد جلسه مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. خليني ارجع واقول لك ان كان نسارتي عمل جلسه مع كابتن استاذ الحفيظ يمكن حوالي 4-5 دقائق برضه، وبعد كده اللاعبين اللي شاركوا في المباراه الاخيره يمكن اكتفوا النهارده بتمرين خفيف، يمكن الريكفري زي ما بيقولوا علشان خاطر راجعين من المباراه. باقي اللاعبين يمكن عملوا تدريب بدني قوي جدا، وبعد كده عملوا تمرين تخصصي على الجول، والان عاملين تقسيمه في تقسيمه صغيره في وسط الملعب. مستر لاسارتي حريص كل شويه ان هو يوقف التقسيمه ويصلح الاخطاء، ولاسارتي شايفه امامي دلوقتي بيتكلم مع الكابتن محمد يوسف وبيتكلم فيه عن التقسيمه. على الجانب الاخر الكابتن طارق عبد العزيز كان التأهيل مستمر لاسلام محارب، يمكن اسلام محارب ما شاركش التمرين في اليوم، ولكن احمد الشيخ شارك التمرين كامله، واحمد الشيخ شارك التقسيمه امامي. يمكن احمد الشيخ بيعلن جاهزيته ايضا لهذه من مباراه بيراميدز. على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان وتدريب الحراس شريف اكرامي علي لطفي مصطفى شوبير، تمرينه قويه جدا ادوها الثلاثه بكل براعه وبكل تالق، يمكن تالق فيها شريف اكرامي بشكل ملفت النظر. وبعد انتهاء التمرين كان الكابتن طارق سليمان عقد جلسه مع شريف اكرامي اتكلم فيها حوالي 3-4 دقائق. زي ما قلت لك التمرين مستمر الى الان، طبعا غادر الى المانيا طبعا سعد سمير ووليد سليمان، نتمنى شفاهم يا رب ويرجعوا بألف مليون سلامه. الكل يمكن بيتاهب لمشاركه بيراميدز، الكل مركز في مشاركه بيراميدز عشان خاطر يصالحوا جمهور النادي الاهلي ببطوله الدوري. نتمنى باذن الله الاهلي يوم الخميس يكون التوفيق معاه ان شاء الله باذن الله. شريف طبعا احنا كلنا شفنا المنظر الجميل جدا اللي بيدل على الانتماء وعلى حب جمهور النادي الاهلي لفريقنا، شفنا ده طبعا بعد لقاء سان داونز الجنوب افريقي في ملعب برج العرب، بعد طبعا ما للاسف ودعنا البطوله، لكن شفنا بعد كده تحيه الجمهور للعيبه. ده اكيد طبعا ليه يعني وقع على نفسيه اللعيبه وعلى معنوياتها، شايف النهارده معنويات الفريق عامله ازاي؟ شيماء خليني اقول لك ان جمهور النادي الاهلي غير، جمهور النادي الاهلي بيعمل اللي ما حدش بيعمله في العالم، مش في مصر بس. جمهور النادي الاهلي لما بيروح يشجع فرقته او يروح يحضر مباراه فرقته مغلوبه فيها 5 ده كانت تكون مستحيله في او معجزه في زمن التاريخ المعجزات، وبيروح يحضر بالكم ده كله جمهور ما حصلش في العالم. لعيب الفريق النهارده قبل بدايه التمرين من الكواليس من الفرقه، انا مصاحب يعني لعيبه كتيره جدا وبتكلم مع لعيبه كتيره جدا، الناس جايه عاوزه تصالح جمهور النادي الاهلي، بيقولوا احنا خلاص احنا فرطنا في بطوله افريقيا، لازم نجيب بطوله الدوري علشان نصالح جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي يستحق الكثير ويستحق الفوز بجميع البطولات، يستحق ان احنا نصالحه نكسب بيراميدز ناخد بطوله الدوري علشان نصالح يبقى اقل اعتذار لجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي هو بطوله الدوري ممتاز. انا بقول لك من الروح المعنويه اللي في التمرين قدامي، من الكلام مع اللاعبين، لا اللعيبه مصممه، اللعيبه عاوز تعمل حاجه لجمهورها، عاوز تعمل حاجه تصالح بيها جمهورها، باذن الله يوم الخميس يبان الكلام ده في ملعب بيت سبورت ويكون الفوز حديث النادي الاهلي باذن الله على بيراميدز. ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي المتواجد حاليا في استاد مختار تتش، وطبعا دلوقتي مقام تدريب النادي الاهلي. نروح او نرجع مره ثانيه لاخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وموقع في الجول قال ان صرح محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ان النادي بعت 25,000 دولار لاتحاد الكوره من فتره عشان يستخدموا حكام اجانب لمباراه الفريق اللي هتكون ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي قصاد بيراميدز. وقال مرجان ارسلنا الاموال لاتحاد الكره قبل مباراه الاهلي وصن داونز الاخيره كي يتمكن الاتحاد من جلب حكام على مستوى تلك المباراه.
البوابة سبورت كمان قالت ان قرر اتحاد كرة القدم إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الخميس اللي جاي في الدوري الممتاز على استاد بيترو سبورت بحضور 5000 مشجع بواقع 3000 للمارد الأحمر 500 لبيراميدز زي المعتاد. طبعا رفض كمان اتحاد الكرة إقامة اللقاء بدون جمهور لافتا الى انطلاقها الساعة 8 مساء. موقع الوفد برضو قال ان بيدخل الفريق الاول لكرة الطايرة رجال في النادي الاهلي معسكر مغلق يوم الاثنين في مدينة الاسماعيلية استعدادا لمواجهة فريق القناة وطلائع الجيش يوم الثلاث ويوم الاربع منافسات بطولة الدوري. قرر الجهاز الفني بقيادة محمد مصلحي المدير الفني انه يدخل في معسكر مغلق عشان يفرض اكبر قدر من التركيز على اللعيبة في ظل طبعا اهمية المباريات اللي جاية. النادي الاهلي خاض تدريبات مكثفة مؤخرا بعد ما توج بلقب بطولة افريقيا في ظل طبعا السعي نحو حسم لقب الدوري وإكمال الثلاثية التاريخية للموسم الثاني على التوالي. برضو الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن الفريق الأول لكرة السلة رجال في النادي الأهلي بيخوض مباراة مهمة النهاردة يوم الاثنين وصاد نظيره فريق الزمالك في الدور نصف نهائي من منافسات دوري السوبر للمحترفين. المقرر إنها تقام المباراة الساعة 7 مساء على صالة الشباب والرياضة، هتكون إن شاء الله في 6 أكتوبر. بيسعى النادي الأهلي للفوز بها عشان يقدر يواصل المشوار نحو لقب البطولة، والمفروض إن هيقابل النادي الأهلي والزمالك 5 مرات في المرحلة دي من منافسات البلاي أوف. في البطولة هيتواجه الفريقين مرة تانية إن شاء الله يوم الثلاث إلى جانب 3 مواجهات تانيين هتكون أيام 18 و19 و21 في أبريل الجاي. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع مرة تانية نكمل فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. الأهلي اللي كان والحاضر أنا الاسم اللي هز جبال. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا، ودلوقتي معادنا مع آخر الأخبار المحلية والعالمية وكمان آخر أخبار محترفينا في الخارج. بوابة أخبار اليوم تعرف على جوائز بطولة أمم أفريقيا 2019 مبلغ ضخم للبطل. البوابة سبورت اليوم طرح تذاكر أمم أفريقيا إلكترونيا والجبلية ترفض بيان تونس. اليوم السابع 30 لاعب في القائمة الأولية لمنتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019. كورة، ناجي يرفض الإعلان عن حارس مصر في أمم أفريقيا. سوبر كورة، 600,000 دولار من الكاف للمنتخبات المشاركة في كان 2019. مبتدأ، اتحاد الكرة يدرس تأجيل 18 مباراة في الدوري. الفجر الرياضي، معنى حركة محمد صلاح في لغة اليوغا. دوت مصر، محمد صلاح يزين التشكيلة المثالية في الدوري الإنجليزي. بوابة الشروق، أشلي كول، لم أتوقع تطور صلاح. بوابة فيتو، رسميا الكاف ينقل مباراة الهلال والنجم الساحلي بالكونفدرالية لمصر. بوابة الأهرام، الكويت تدرس مقترحات من الفيفا باستضافة بعض مباريات كأس العالم 2022 بقطر. بطولات، صحيفة كتالونية، برشلونة يصرف النظر عن التعاقد مع يوفيتش. في الجول، بايرن يكشف مدة غياب نوير وهاملز. يلا كورة، هازارد يهدد مستقبل فينيسيوس مع ريال مدريد. سبورت 360، مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد وباغبا بسعر الصفقة. آس عربي، نجم ريال مدريد يلمح لرغبته في الانتقال لأياكس أمستردام الهولندي. جول، فيراتي عن الخسارة بخماسية من لال مؤلمة. نروح مع
تفاصيل أهم الأخبار. هنبتديها بالأخبار المحلية، ونبتدي مع بوابة أخبار اليوم اللي قالت أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن عن جوائز بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2019 في مصر. هيحصل المنتخب المتوج بلقب البطولة على 4.5 مليون دولار، والجائزة طبعا دي هتكون الأعلى في تاريخ البطولة. بيشارك كمان المنتخب الوطني الأول في المجموعة الأولى مع منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي. البوابة سبورت كمان قالت أن محمد فضل مدير كأس الأمم الأفريقية أكد أن هيتم طرح تذاكر المباريات يوم الاثنين عبر الموقع أو الموقع الرسمي للبطولة. ووضح كمان أن النظام اللي هيتم اتباعه في حجز التذاكر هيبهر الجمهور وهيرجع طبعا الجمهور للملاعب. وقال كمان فضل أن نظام التذاكر اللي بيتبع في أمم أفريقيا هيكون أساس لنظام بيع التذاكر بعد كده خلال السنوات اللي جاية، والأمر ده هيكون مشابه للي تم تنفيذه في كأس العالم لكن بدون تقليد، وبناء طبعا على إجراءات أمنية بتتناسب مع استقبال الجماهير بشكل دائم في المدرجات. طبعا كمان رفض ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة البيان اللي أصدره الاتحاد التونسي واللي بيهاجم فيه الجبلية على خلفية الفيديو الوثائقي واللي تم إذاعته في حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا. الاتحاد التونسي برئاسة وديع جريء أصدر بيان رسمي يوم السبت اللي فات وأعرب خلاله عن استيائه من حفل قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 اللي بتنظمه مصر بسبب بغياب إنجازات نسور قرطاج عن الفيلم الوثائقي. قال سويلم إن اللي حصل ده غير مقصود على الإطلاق ولم يتوقع إن هيكون في غضب من الجانب التونسي. وقال كمان إن الاتحاد المصري بيكن كل التقدير والاحترام للأشقاء في تونس. اليوم السابع كمان قال ان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده المدرب المكسيكي خافيار اجاري حط 30 لاعب في القائمه الاوليه في بطوله امم افريقيا 2019 واللي هتنطلق يوم 21 يونيو اللي جاي، والمفروض ان هيحسم الجهاز الفني للمنتخب اسامي 23 لاعب في القائمه النهائيه يوم 11 يونيو اللي جاي قبل البطوله ب 10 ايام. هينطلق معسكر الفراعنه النهائي لبطوله امم افريقيا يوم 6 يونيو اللي جاي، ويتم حسم القائمه النهائيه بعد انطلاق المعسكر 4 أيام. موقع كرة كمان قال ان احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاول اكد انه مش قلقان خالص على عرين الفراعنه في بطوله كاس الامم الافريقيه اللي هتقام خلال شهر يونيو اللي جاي بوجود حراس متالقين زي الشناوي محمد الشناوي واحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد ابو جبل، مع ظهور طبعا حراس مميزين زي محمد فوزي المتالق مع الاسماعيلي. قال ناجي في تصريحات لي انه من السابق لاوانه دلوقتي تحديد حارس مرمى مصر في امم افريقيا، خصوصا طبعا ان الظروف بتتغير باستمرار، والدليل على كده اللي حصل في بطولة كأس أمم أفريقيا 2017 لما راحوا بثلاث حراس مرمى للجبون وتعرض ساعتها شريف إكرامي وأحمد الشناوي للإصابة وشارك الحارس الثالث عصام الحضري. وقال كمان إن هيعقد جلسة مع الحارس أحمد الشناوي عشان يحفزه عشان يحافظ على المستوى اللي ظهر بيه في لقاء النايجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا، وأكد إن هو بيتواصل مع كل الحراس ومن بينهم محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، وكمان هو حزين جدا لإصابة عامر حارس الإنتاج الحربي. كمان موقع سوبر كورة قال إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف حدد المستحقات المالية للمنتخبات اللي هتشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي هتقام في مصر. قرر الكاف إن هو يدي لكل منتخب يشارك في البطولة مبلغ 600,000 دولار عشان المنتخبات دي تقدر إنها تستعد بشكل كويس جدا قبل البطولة. المفروض إنها تقام منافسات كان 2019 خلال الفترة ما بين 21 يونيو ولحد 19 يوليو اللي جاي. موقع مبتدا قال ان لجنه المسابقات في اتحاد الكوره برئاسه عامر حسين بتدرس الانتهاء من جدول المباريات المتبقيه في بطوله الدوري الممتاز خلال الساعات اللي جايه. المقرر ان هيتم اعلان جدول نهائي بمواعيد المباريات خلال 48 ساعه، وكمان في احتمال كبير بتاجيل 18 مباراه لحد بعد بطوله كاس الامم الافريقيه 2019 في ظل طبعا صعوبه الانتهاء من مباريات الدوري قبل انطلاق البطوله والمقرر ليها يوم 21 يونيو اللي جاي.
كمان الفجر الرياضي قال ان محمد صلاح هداف فريق ليفربول الانجليزي احتفل بالهدف الصاروخي في مرمى فريق تشيلسي في الدوري الانجليزي بوضعيه فيكاساسانا المعروفه لممارسين اليوغا وقال كمان محمد صلاح لشبكه سكاي سبورتس عن هدفه الصاروخي: لم افكر، فانا فقط اشعر، عاده ما اسدد بوجه قدمي الداخلي، لكن بسبب بعد المسافه سددت بقوه بوجه قدمي الخارجي، وقد كنت محظوظ عندما سكنت الكره الشباك بهذه الطريقه. وقال كمان محمد صلاح عن طريقه احتفاله بالهدف واتخاذ وضعيه الشجره زي ما بيسموها: انا رجل يوغا وامارس اليوغا، وفكرت في ان احتفل بهذه الطريقه بعد الهدف. كمان دوت مصر قالت ان محمد صلاح زين التشكيله المثاليه في الجوله 24 من عمر مسابقه الدوري الانجليزي الممتازه والبريمير ليج وفقا لشبكه البي بي سي البريطانيه. سيطر نادي ليفربول الانجليزي على التشكيله المثاليه للجوله 34 من عمر البريمير ليج بتواجد اربع لعيبه وهما محمد صلاح وجوردن هندرسون وفيرجيل فان دايك بجانب طبعا الحارس البرازيلي اليسون. وتغلب ليفربول على تشيلسي بهدفين سجلهم ساديو ماني ومحمد صلاح في المباراه اللي جمعتهم امبارح على الانفيلد رود. رفع محمد صلاح رصيد الاهداف في النسخه الحاليه من مسابقه البريمير ليج ل 19 هدف عشان يتقاسم صداره هدافين الدوري مع سيرخيو اجويرو مهاجم مانشستر سيتي. كمان بوابة الشروق قالت ان عاشق لاعب تشيلسي الانجليزي وروما الايطالي السابق اكد انه ما توقعش نجاح محمد صلاح نجم ليفربول وزميله السابق في البلوز بعد الانتقال لصفوف الريدز. وقال كمان في تصريحات لشبكه سكاي سبورتس البريطانيه: كي اكون امينا، لم اتوقع تطور مستوى صلاح مع ليفربول، لقد شاهدته في التدريبات وتعرفت على قدراته، لكن يبدو انه اصبح اكثر شراسه. وقال كمان: لا اريد ان اقول ان محمد صلاح اصبح اناني، لكنه يمتلك رغبه في تسجيل الاهداف، هذه هي وظيفته وهو بحاجه للتسجيل بشكل دائم. وكمان أوضح الظهير الأيسر السابق للمنتخب الإنجليزي: صلاح وفيرمينيو وماني بيلعبوا بشكل جماعي جيد، إلا أن صلاح أصبح إلى حد ما يفكر في الوقت الحالي أن هذا هو الوقت الذي عليه فيه أن يلعب من أجل نفسه. واختتم كمان حديثه وقال: أعتقد أن محمد صلاح اكتفى بالبقاء في ظل لاعبين آخرين ويريد أن يكون الرجل الأول. كمان بوابة بيتو قالت ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف ارسل اليوم خطاب جديد لنادي الهلال السوداني حدد فيه بشكل نهائي مكان وتاريخ مباراة العودة في دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الافريقية قصاد فريق النجم الساحلي التونسي. وده ردا على خطاب نادي الهلال واللي بعته يوم الاحد واللي طلب فيه بالعدول عن قرار خوض اللقاء خارج السودان بسبب الاحداث والتظاهرات والاعتصامات. وحدد الكاف يوم 22 ابريل الجاري أن تقام بأرض محايدة وهي مصر على أن يتم تحديد الملعب اللي هيحتضن اللقاء في الوقت طبعا القريب. الهلال السوداني خسر مباراة الذهاب في ملعب النجم الساحلي في الأسبوع الماضي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. كمان بوابة الأهرام قالت أن في مصادر اتكلمت ان زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني انفانتينو للكويت امبارح يوم الاحد تناولت عدد من المقترحات المتعلقة باستضافة الكويت لبعض مباريات كاس العالم 2022، ومن المقترح انها تستضيفها او المقرر انها تستضيفها قطر، وطبعا من بينها امكانية اقامة اربع ملاعب جديدة بتكفل القطاع الخاص بانشاء اثنين منها، وكمان الحكومة هتتكفل بانشاء ملعبين اخرين الى جانب طبعا استاد جابر الدولي. أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد استقبل في قصر بيان الأميري رئيس الفيفا، وكمان اجتمع إنفانتينو مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه. ما
موقع بطولات قال ان المسؤولين في نادي برشلونه قرروا صرف النظر عن التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم نادي انتراخت فرانكفورت في الميركاتو الصيفي اللي جاي. ده طبعا وفقا لما نشرته صحيفه موندو ديبورتيفو الكتالونيه، واللي اكدت ان القرار جه بعد متابعه اللاعب على مدار 15 مباراه سواء مع ناديه الالماني او مع منتخب بلاده، ومن خلال متابعه بعض الكشافين لاداء يوفيتش لم يقللوا من امكانيه اللاعب وقدراته التهديفيه بعد ما سجل 25 هدف في الموسم الحالي في 40 مباراة، وده طبعا كان في تقريرهم، وده رقم كويس جدا للاعب لسه جديد على الساحة الأوروبية. لكن الإدارة في برشلونة ما بتدورش دلوقتي بس عن هداف، ولكن بتدور عن مهاجم بصفات خاصة يكون عنده القدرة انه يساعد زمايله ويجيد التحركات على طرفين الملعب ويفتح المساحات اللي اكيد محتاجها ليونيل ميسي عشان يهدد مرمى المنافسين. كمان موقع في الجول قال ان نادي بايرن ميونخ الالماني كشف مده غياب الحارس الدولي مانويل نوير عن الملاعب بسبب الاصابه. تعرض نوير قائد بايرن ميونخ الالماني لاصابه قويه في مباراه دوسلدورف في الدوري الالماني واللي انتهت بنتيجه 4-1. قال الموقع الرسمي للعملاق البافاري ان نوير تعرض لاصابه في اوتار الركبه، وعرض اطباء النادي تقرير مفصل عن حاله قائد الفريق واللي تم استبداله في الدقيقه 53، واكد الاطباء في تقريرهم ان مانويل نوير هيغيب لمدة أسبوعين عن التدريبات. كمان ماس هاملز مدافع الفريق غادر المباراة بسبب إصابة في الفخذ، وده طبعا كان قبل صفرة النهاية، عانى كمان من إجهاد وكمان هيحصل على راحة قصيرة من التدريبات في الفترة اللي جاية. كمان صحيفة تاس الأسبانية كشفت أن نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم توصل لاتفاق مع النجم البلجيكي أرن هازارد عشان يضمه لصفوف الفريق في الصيف اللي جاي، ولم يتبقى ليه سوى خطوة واحدة بس بتتمثل في النجاح في إقناع نظيره تشيلسي الإنجليزي بالتخلي عن اللاعب. قالت الصحيفة أن مهمة ريال مدريد في إقناع تشيلسي بالتخلي عن هازارد مش هتكون سهلة أبدا، برغم طبعا أن عقد نجم منتخب بلجيكا بينتهي في 2022، وده بيخلي نادي لندني لازم يسرع في بيعه في الصيف اللي جاي او يجدد له عشان ما يرحلش في النهايه لواجهه اخرى مجانا. كمان اوضحت الصحيفه ان تعاقد ريال مدريد مع هازارد هيشكل طبعا عقبه في طريق النجم البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور، واللي ممكن يتضرر من وجود النجم البلجيكي اللي طبعا هيحظى باهميه ودور اكبر مع نادي الملكي. كمان موقع سبورت 360 قال ان صحيفه ماركا الاسبانيه قالت ان ريال مدريد مطالب بتقديم عرض كبير جدا عشان يقنع مانشستر يونايتد انه يتخلى عن خدمات النجم الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفيه اللي جايه. ارتبط باول بوجبا بالانتقالات لنادي ريال مدريد او النادي الملكي بعد التصريحات اللي ادلى بيها، طبعا ده كان بخصوص حلمه ان هو يلعب في سانتياغو برنابيو وتحت قياده مواطنه زين الدين زيدان، وده طبعا اللي حفز ريال مدريد انها تتعاقد معاه في الصيف اللي جاي وتدعم خط الوسط اللي بيعاني كثيرا في الموسم الحالي. قالت كمان الصحيفه في تقريرها ان اداره مانشستر يونايتد بلغت رايالا وكيل اعمال بوجبا ان النادي ما بيفكرش دلوقتي ان هو يتخلى عنه ولن يتم الموافقه على انتقاله بسهوله. وقال كمان التقرير ان مسؤولين الشياطين الحمر وضحوا لرايالا انه لا يوجد اي سبب يدفع بوجبا للرحيل عن اقاله بعد طبعا اقاله المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو واللي كانت بتربطه بعلاقه سيئه في الاوقات الاخيره. واكدت كمان الصحيفه الاسبانيه ان مانشستر يونايتد هيشتغل ان هو يجدد دلوقتي عقد بول بوجبا واللي طبعا بينتهي في 2021، ومش هتقبل بالدخول في اي مفاوضات سواء مع ريال مدريد او اي نادي تاني لو ما كانش فيه عرض مبدئي بيبلغ 150 مليون يورو. كمان موقع اسم بالعربي قال ان شبكه فوكس سبورتس العالميه كشفت ان زين الدين زيدان مهيئ ومستعد لاتخاذ بعض القرارات الصعبه بشان عدد من لعيبه ريال مدريد الاسباني. واشارت الشبكه ان احد ابرز الاسامي اللي لسه مستقبلها في ريال مدريد مغلف بالغموض نجم الفريق الشاب مارتن اوديغارد، نجم منتخب النرويج الاول لكره القدم والمعار حاليا من ريال مدريد لنادي هولندي. قدم اللاعب الشاب موسم رائع مع فريقه في الدوري الهولندي وبقى هدف طبعا مؤخرا لعدد من الانديه الاوروبيه. واضح ان ريال مدريد هيكون مضطر انه يبيعه
بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري. كمان أياكس أمستردام الهولندي كان أحد الأندية الراغبة في ضم لاعب من فترة طويلة وتقدم ليه بعرض قبل حصول ريال مدريد على خدماته، لكن العملاق الأسباني أو العملاق الملكي نجح في النهاية أنه يحسم الصفقة لصالحه. موقع جول كمان قال ان الدولي الايطالي ماركو فيراتي نجم خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي قال ان فريقه بيشعر بالالم بعد الخساره الكبيره من لال الفرنسي بخمس اهداف. اكد فيراتي ان فريقه كان لازم ان هو يكون اكثر ذكاء في التعامل مع المباراه ومع خطوره فريق لال، وقال ان اللي حصل في المباراه دي بيؤلمنا، ليس فقط لانها خساره لكن تلقي خمس اهداف امر صعب، لم نفكر بشكل جيد في الدفاع. كمان الجدير بالذكر ان التعادل في لقاء امبارح ده اللي انتهى طبعا بخساره باريس سان جيرمان بخمس اهداف لهدف وحيد كان يكفي الفريق العاصمي للتتويج بلقب دوري الفرنسي رسميا عشان يتم تأجيل الحسم للجولة اللي جاية من عمر المسابقة. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا مرة تانية لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ومنورين طبعا ومشرفنا في الاستوديو استاذ محمد القوصي الناقد الرياضي الكبير. يا مساء الفل عليك. اهلا بك يا شيماء، تحياتي ليكي ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. انا وسهلا. طيب عايزين نتكلم بقى النهارده عن حاجات كتير جدا، اكيد هنتكلم عن جمهور النادي الاهلي اللي دايما بنقول عليه ان هو اللاعب رقم واحد، اللاعب الاهم، اهم عنصر من عناصر منظومه الكوره في النادي الاهلي اكيد، او منظومه النادي الاهلي كلها اكيد الجمهور ده هو الاهم. هنتكلم عن الجمهور، هنتكلم طبعا عن خساره او الخروج من دوري ابطال افريقيا، خساره مباراه الذهاب قصاد سان داونز، وطبعا الاداء الجيد اللي ظهر عليه لاعبتنا في المباراه الاخيره يوم السبت. هنتكلم كمان عن لقاء بيراميدز القادم يوم الخميس اللي جاي، وبقى وعن مشوارنا في الدوري المحلي طبعا اللقب اللي دلوقتي الجمهور ما بيطلبناش غيره. ده كلام كتير جدا يعني. كلام كتير قوي، خلينا بقى نتكلم الاول يعني يا رب عن يكون في وقت ونقدر نغطي كل الاسئله اللي طرحتها شيما. يعني كلام كتير جدا وكلام مهم، لكن هبدا من النقطه المهمه جدا والنقطه اللي انا حابب اتكلم فيها الحقيقه اللي هي نقطه جمهور النادي الاهلي. صحيح، جمهور النادي الاهلي هو البطل، هو يعني العلامه البارزه اللي الكل كان بيتحدث عنها، هو اللي يعني خلى كل وسائل الاعلام يعني تسيب كل حاجه وتسيب الخروج وتتكلم عن جمهور الاهلي. ودي مش اول مره. يعني ايه الجمهور ده؟ يعني جمهور صحيح. اثبت ان هو جمهور عاشق للكيان، جمهور محب للنادي الاهلي، جمهور عظيم، جمهور فعلا معاه في المره قبل الحلوه، وده هو يعني هو الحب الحقيقي، هو العشق، في حاله غرام وعشق للكيان غير عادية. يعني ممكن واحد يحب المصلحة، يعشق لهدف معين، لكن أن تعشق وهو خاسر وهو فائز وهو منتصر وهو عنده بطولة وهو خارج من البطولة وهو خارج من بطولة، فده دي حاجة مختلفة جدا يعني. فدي حاجة الحقيقة يمكن جمهور الأهلي يستحق عليها التحية، يستحق عليها التقدير، جمهور عظيم يستحق نادي عظيم بقدر النادي الأهلي. العلاقة اللي بين جمهور النادي الأهلي وبين الجمهور وبين النادي الأهلي علاقة الحقيقة يعني تقريبا مش موجودة في العالم الحقيقة، الواحد عمره ما شاف كده، وبيقدموا نموذج للتشجيع المثالي والتشجيع المحترم، انك مش شرط انك انت بعد ما تخسر ان تتحدف بالازاز وتتشتم وتتهان. لا، شوف الادب وشوف الاحترام طبعاً. وشوف التقدير. وبعدين برضه يا استاذ محمد، يعني خسارتنا لبطوله او لمباراه، هل ده ممكن ينقص من القاب وتاريخ وبطولات وانجازات النادي الاهلي؟ لا طبعا اطلاقا، يعني اطلاقا، وده ده ده دي الثقافه اللي عند جمهور النادي الاهلي، ده الحس اللي عند جمهور النادي الاهلي. مشاهد جمهور النادي الاهلي يوم المباراه وقبل المباراه كانت مشاهد عظيمه، مشاهد صحيح. كبيره تعبر قد ايه الجمهور ده عظيم، قد ايه الجمهور ده محترم، وبعد المباراه بقى قد ايه الجمهور ده يستحق ان لعيبه الاهلي يعني تموت نفسها في صحيح. الملعب في اللي جاي وتحقق له هدف وتفوز بالدوري. يعني شفنا الجمهور في عينيه الدموع وواقف بيحيي بعد كده اللعيبه بعد المباراه وبيقول لهم بقى الدوري احنا عايزين الدوري، اللي راح ركزوا في اللي جاي. تمام. هذا الحب الجماهيري بدا تقريبا من بعد الماتش اللي كان في بروتوريا، بعد الماتش اللي كان ماتش الذهاب، بدا الجمهور يسال عن الماتش اللي جاي هيكون قد ايه، العدد قد ايه، لغايه ما عرفوا العدد الموجود، وكانوا يتمنوا انه لو في 100,000 متاح لهم انه يروحوا الاستاد كان هيروحوا الاستاد، العدد اللي كان موجود وزياده راح. التهافت على التذاكر بشكل غير عادي، هذا الإقبال، يعني فريق
خاسر بهذه النتيجة الكبيرة وتكاد تكون أماله في تعويضها شبه مستحيلة أو يعني صعبة جدا 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 تصل لدرجة المستحيل، تحتاج إلى معجزة. ورغم ذلك الجمهور عايز يروح، يعني عايز يروح يقف جنب الأهل، عايز يروح يقول أنا واقف جنبك، أنا مش بعيد عنك، أنا في صفك، أنا معاك، أنا بعشقك في كل وقت وفي كل حين وفي كل ظرف أنت موجود فيه، وأنت منتصر وأنت جايب البطولة وأنت خاسر وأنت منتصر أنا معاك في كل وقت. وبعد كده راحوا داخلين على الاستاد، يوم الاستاد كان يوم احتفالية عظيمة جدا، جمهور بيهتف بكل حاجة في الكيان، بيهتف بكل حب للنادي الأهلي، بيهتف بكل تقدير للنادي الأهلي. بعد كده دخلت أثناء المباراة لم يتوقف عن التشجيع بداية من الدقيقة الأولى دون ضغط ودون أي خروج عن النص، من الدقيقة الأولى الدقيقة 90 هتاف إلى الآخر حتى جاءت لحظة نهاية المباراة، وكان المشهد المؤثر بشكل غير عادي في كل من تابع المباراة سواء جوه الاستاد أو برا الاستاد. شاهدنا جمهور الأهلي يقف ويصفق للعاب الأهلي، ولعاب الأهلي يروحوا ممتنين، يعني مش مصدقين إن ده الجمهور، وبيعدوهم إن هم يفرحوهم ويحققوا لهم أهدافهم في المرحلة اللي جاية. حضرتك شايف إن واقع هتافات الجمهور لفريق النادي الأهلي بعد الخسارة وبعد الخروج هتكون عاملة إزاي على معنويات اللعيبة؟ يعني هل ده هيديهم دفعة كبيرة إن شاء الله في اللقاءات القادمة، وبالأخص طبعا لقاء بيراميدز يوم الخميس اللي جاي، إن هم يعني يثبتوا للجمهور إن هم بيحبوه عايزين يصلحوه زي ما هو واقف جنبهم؟ بالطبع طبعا، المشاهد اللي شافوها لعيبة الأهلي في مباراة سان داونز في الختام لن تخرج من عقلهم، لن تخرج من رأسهم، لن تختفي من أمامهم وهم في مواجهة يوم الخميس أو أي مواجهة قادمة. يعني شاهدوا يمكن هذا الجيل من اللاعبين غالبيته أو معظمه باستثناء القليل منه لم يلعب امام جمهور بهذا الشكل، لم يشاهد جمهور الاهلي بالشكل الحقيقي، لم يتربى وسط جمهور الاهلي بسبب ان من 2011 احنا تقريبا ما عندناش جمهور. صحيح. فعدد كبير جدا من اللعيبه دي ما لعبش وسط هذا الكم، يعني باستثناء احمد فتحي وحسام عاشور تقريبا اللي هم عاشوا جمهور الحقيقي للنادي الاهلي قبل 2011. معظم اللعيبه الموجوده دي مجموعه صغيره السن لم تشاهد هذا الجمهور، فشاهدوه وشاهدوا قد ايه الجمهور ده بيعشق الكيان، وقد ايه الجمهور ده بيحب النادي الاهلي، وقد ايه هذا الجمهور بينتمي الى الفانيلة الحمراء، المؤكد انهم سيقاتلون من اجله. لكن انا اللي لفت نظري يا شيماء بشكل كبير جدا في وسائل الاعلام النهارده في التغطيه ان عدد كبير جدا من الكتاب تحدث عن ظاهره جمهور النادي الاهلي، تحدث عنها بشكل واضح، تحدث عنها كتاب كبير. يعني لما الاقي حد زي الاستاذ ماجد نوار في الجمهوريه بيتحدث عن هذا الامر بشكل واضح جدا في عموده وزاويته اليوميه وبيقول عن جمهور النادي الاهلي ان المكسب الحقيقي من تلك المباراه وفوز الاهلي بالهدف الذي احرزه وليد ازارو هو خروج جماهير الاهلي راضيه ومبسوطه من أداء فريقها رغم خروجه من البطولة، الجماهير المحترمة التي زحفت صوب استاد برج العرب لمؤازرة فريقها بكل حب وتقدير واحترام على مدار 90 دقيقة ورغم سوء التحكيم إلا أنهم شجعوا فريقهم وبحرارة وحماس وقدموا التحية لنجوم الأهلي. صحيح. يعني أي تقدير هذا؟ يعني يعني أي قيمة هذا؟ أي ما هذا الجمهور العظيم الذي لفت الأنظار بهذا الشكل؟ كمان الأستاذ كرم كردي في المصري اليوم بيقدم لنا مقالة بعنوان مثالية جمهور النادي الأهلي، يعني حاجة بيتكلم فيها طبعا عن أن جمهور النادي الأهلي قدم مثالا يحتذى به في التشجيع، مثالا يحتذى به في الاحترام، مثالا يحتذى به في التقدير. جمهور النادي الأهلي حاجة كبيرة جدا وحاجة عظيمة جدا، يعني وشفنا المصري اليوم إزاي مغطية بتقول أعظم جمهور في الكون، وشفنا الوطن الحلوة والمرة معايا، وشفنا الأهرام والأخبار الجمهورية، كل الصحافة النهاردة وكل الصحافة المكتوبة خرجت تشيد وتمجد بسلوك وأداء جمهور النادي الأهلي. هو الجمهور الحقيقي، الجمهور اللي نتمنى نشوفه في كل ملاعبنا في مصر. حقيقي. طيب خليني أرجع بس وأسألك عن حاجة مهمة جدا. دلوقتي إحنا شفنا كمان زي ما شفنا في ناس بتشيد وبتتكلم عن مثالية وأخلاق جمهور النادي الأهلي، كان في ناس برضو ضد اللي حصل، كانوا بيقولوا أنتوا إزاي بعد ما اللعيبة تخرج من البطولة وبعد الأداء في المباراة، مباراة الذهاب، إزاي تقفوا تحييهم؟ تقول للناس دي إيه؟ لا اقول لهم انتوا يعني ابتعدوا، يعني احنا الحقيقه مش عايزين نسمع هذه الاصوات، يعني انا مش متخيل ان حد يقول كده. ما حدش يعني يرفض الاحترام، ما حدش يرفض الادب، ما حدش يرفض القيمه، ما حدش يرفض هذا الحب والعشق للكيان. يعني اعتقد ان ده واحد بيشجع يعني بدون احاسيس. صحيح. بدون تقدير للكيان. وبعدين كمان يعني دلوقتي لما الجمهور يرجع ويهاجم الفريق، انت متخيل واقع بقى الهجوم ده على نفسيه الفريق بعد ما خرج وهيبقى عامل ازاي، وده قد ايه هيأثر سلبيا في اللقاءات القادمة؟ هو أنا عايز الفريق يعني يقوم ويقف على رجليه ويحقق انتصارات ولا أنا هذبحه في وقتها؟
ولا اذبحه وخلص عليه وينتهي القصه ودمر الدنيا وكسر الدنيا زي ما في البعض بيتحرك في هذا الاتجاه. زي ما قلت لحضرتك وزي ما كل الكتاب المحترمين قالوا كده وزي ما كل الصحافه الورقيه حدث كده ان هذا الجمهور المحترم يعني شد من اجر الاهلي ورفع من اجر الاهلي. والمشهد ده حصل قبل كده لما الاهلي كان راجع من كاس العالم للانديه وكان خسران بشكل كبير جدا وبنتائج سيئه جدا وحقق المركز السادس، فوجئ البرتغال مانويل جوزيه واللاعب الاهلي بالاستقبال محمد ابو تريكه وكل النجوم اللي موجودين بالاستقبال الفظيع لدرجه ان هم قعدوا يبكوا في المطار. يعني كان مشهد مذهل. فهو ده جمهور النادي الاهلي، هي ده عظمه جمهور النادي الاهلي، الجمهور اللي عنده استعداد يعني يفدي النادي الاهلي بروحه وبوقته وبجهده وبماله. تحيه كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي الكبير الذي وقف وصمد وصبر، واعتقد ان ده هيبان اثره خلال المرحله الجايه ان شاء الله. اتكلمنا طبعا النهارده من خلال الصحف والمواقع اللي استعرضناها عن كلام طبعا ان مجلس اداره النادي الاهلي بيفضل استمرار مارتين لاسارتي وان هو ما فيش نيه للاستغناء عنه، حتى كلام مارتين لاسارتي ان هو مش هيقدم ابدا استقالته في الوقت الحالي. الراجل اتكلم برضو ان هو لما جه النادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز بالاخص قال النادي الاهلي كان ساعتها في المركزين كان 13، دلوقتي احنا في المركز الاول وعندنا هدف، وانا فعلا حزين ان احنا خرجنا من البطوله دي بس انا عندي اهداف وادوني ان انا وقت ان انا اقدر احققها. تمام. بص يا شيماء، الاهلي ده منظومه كبيره، منظومه عظيمه، منظومه لها تاريخ ولها اسس ولها قواعد ولها لوائح بتسير عليها. يعني طول عمر الاهلي بيسير في خط يعني لا يحيد عنه، عمر الاهلي ما بيتعامل بالقطع مع احد. يعني ما اعتقدش ان يعني حتى جمهور الاهلي الان اعتاد على التفكير الاداري داخل النادي الاهلي، يعني حتى رغم هذا الخروج وتوديع دوري الابطال لكن الجمهور كان عنده ثقه ويقين ان مستحيل الاهلي هيقيل المدرب بتاعه. صحيح. او يفكر في ذلك. صحيح. فلا لاسارتي فكر ان هو يمشي ولا اداره الاهلي فكرت ان هي تمشيه، بالعكس بل كان تجديد للثقه فيه لدعم الاستقرار في الفريق. يعني انا شخصيا شايف ان لاسارتي بيأدي بشكل جيد والفريق بيأدي بشكل جيد لما يكون مستلم الفريق فعلا زي ما هو قال بعد المباراه، ان استلمت الفريق متخلف ب 12 نقطه عن الزمالك المتصدر، والان الاهلي هو المتصدر لقمه الدوري المصري تحت كل هذه الضغوط. فده يعني اعتقد شيء عظيم جدا، والاهلي ظهر بشكل كبير جدا وظهرت شخصيته كمان في المباريات مع لاسارتي، وراجل ليه بصمات موجوده مع الفريق لا يجب ان ننكر هذا. مباراه سان داونز هذه مباراه لو اعيدت 100 مره لن يتكرر فيها ما حدث. صحيح. لانها مباراه غير عاديه، مباراه للنسيان، مباراه للنسيان اللي كانت في الذهاب، وشاهدنا المباراه العوده قد ايه الاهلي كان عظيم وقد ايه الاهلي ادى بشكل كويس وقد ايه الاهلي قدر يحط الفريق جنوب افريقي اللي هو المفروض كسبان 5 هناك في ملعبه طول. صحيح. الوقت رغم كاهل الخمس اهداف اللي موجوده على اكتاف لاعب الاهلي، والاهلي قدر يؤدي بهذا الشكل وقدر يحرز هدف رغم الغاء هدف صحيح للنادي الاهلي وعدم حساب ركلتي الجزاء ورغم الانذارات اللي كانت موجوده ورغم برضو كمان مع العلم مش عايزين نتكلم في كل الحاجات دي. لا، ده التحكيمي ده كان كارثه، قفلت خلاص يعني القصه وانتهت يعني. لكن النادي الاهلي دايما بيتعامل كمنظومه، اعتقد ان الثقه كامله في لاسارتي، ثقه كامله في اللاعبين. صحيح. مستمرين، لان ما ينفعش الاهلي يغير وعنده ماتش بعد 48 ساعه وعنده ماتش بعد يعني يوم الخميس عنده ماتش، يوم الاثنين عنده ماتش، اثنين من اهم الماتشات في الدوري اللي هيحددوا وهيحسموا بدرجة كبيرة جدا يعني وجهة الدرع إن شاء الله. صحيح. اللي في الغالب بتكون ناحية الجزيرة كما اعتدنا في الأربعين درع الماضية اللي حصل عليها الأهلي. صحيح. مارتين لاسارتي ودوره بقى في الجلسات اللي بيعقدها مع نجوم النادي الأهلي ومع لعبة النادي الأهلي، الجلسات النفسية اللي بيعمل فيها إن هو يعني يرفع من روحهم المعنوية بعد طبعا الخروج من البطولة، شايف أهميتها إيه؟ لا طبعا ده شيء مهم جدا، والعامل النفسي مهم جدا في كرة القدم لدرجة إن بعض الفرق والأهلي كان استعان بأطباء نفسيين في الفرق علشان لمثل هذه الظروف. دي حاجة مهمة جدا، مهمة جدا طبعا. وأعتقد إن حد بحجم لاسارتي مدرب كبير واللي خبرات اكيد بيتعامل مع اللعيبه بهذا الشكل، واكيد هو استفاد من الظروف اللي عاشها في مصر وفي النادي الاهلي وافريقيا، كل دي بتديه خبرات هيتعامل بيها. واعتقد ان الثقه اللي ادها له مجلس اداره النادي الاهلي هتخلي معنوياته عاليه وهتخلي معنويات اللعيبه عاليه جدا. مؤكد ان هو سيتحدث كثيرا عن الجانب النفسي وعن، وده شيء معتاد جدا من المدربين بعد ما تفقد بطوله انت كنت فيها او تخطر لقب، مهم جدا انك انت تلعب على النواحي النفسيه والمعنويه للعيبه طبعا بجانب النواحي البدنيه والفنيه. احنا شفنا النواحي البدنيه والفنيه للاهلي قديه عاليه جدا، حتى ان معظم الخبراء اكدوا ان لو الاهلي استمر على هذا النهج في اللعب الفني والبدني والاداء اللي ادى بيه حتى قدام سان داونز، واعتقد ان هو هيقدر يحسم البطوله باذن الله بشكل كبير جدا ان شاء الله. اللقاء يوم الخميس بتروسبورت قصاد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، لقاء مهم جدا
زيه زي برضو بقيه اللقاءات اللي هتكون عندنا. وكل لقاء عندنا في الدوري المصري ممتاز، هو لقاء مهم جدا ومحتاجين فيه الثلاث نقط. شايف اللقاء القادم ده هيكون فيه تغيير جذري في التشكيله؟ لا، ما اعتقدش ان هيكون في تغييرات جذريه في التشكيله، لكن المؤكد ان لاسارتا هيستفيد بمجموعه اللعيبه اللي هي موجوده خارج القائمه، وخصوصا جيرالدو وصالح جمعه وبعض اللاعبين الاخرين اللي ما اتاحت لهمش فرصه ان هم يظهروا في المستوى الافريقي لظروف الكل يعلمها. انا برضو يعني مش عايزين، لسه ما زال مشوار الدوري طويل وفي كلام كتير جدا، وفي ناس هتفقد نقاط كتير جدا في الدوري. احنا ما زال قدامنا عدد كبير جدا من النقاط لم يحسم، فاعتقد ان هي مباراه بثلاث نقاط. مباراه مهمه لانها مع منافس مباشر موجود ليك في المسابقه، فاي فريق هيكسب هتفرق معاه كتير جدا. الاهلي لو كسب هيحلق بعيدا بالقمه وهيصير بشكل كويس جدا، وبقى بيقترب بدرجه كبيره جدا. لا قدر الله في اي نتيجه اخرى يعني هتخلي الامور تتعرقل شويه. المؤكد ان الاهلي يلعب على هذا الهدف، الاهلي هيركز على تحقيق نتيجه طيبه ترجي جماهيره ان شاء الله. نشوف مباراه تليق بالنادي الاهلي، مباراه مميزه. اعتقد فريقين بهذا الحجم وفي عدد كبير جدا من اللعيبه في الملعب، اعتقد هنشوف مباراه قويه، مباراه مميزه، مباراه يعني تليق بالدوري المصري ان شاء الله. حتى نتمنى ان التحكيم ايضا يكون على نفس المستوى، يكون تحكيم مميز، يكون تحكيم اوروبي من الصف الاول، وليس كما حدث من قبل باحضار حكام من الصف الثالث. ونادي الاهلي طلب بده واكد ده، وكان حريص جدا على ان يطلب ده من اتحاد الكوره، لان المباراه دي مباراه الاهلي، وهو من طلب حكاما اجانب لهذه المباراه. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي ان شاء الله يحقق نتيجه طيبه ومرضيه وتسعد جماهيره وتعوضه كثيرا عن الخساره الافريقيه. استاذ محمد، احنا كنا بنستعرض من شويه المقال الخاص بدكتور كرم كردي اللي كان عنوانه مثاليه جماهير النادي الاهلي. معانا دلوقتي دكتور كرم كردي على التليفون. مساء الخير على حضرتك. خير شيء، مساء حال منورنا يا استاذ محمد. اهلا يا دكتور، ازاي حضرتك؟ يعني مقال رائع مثاليه حقيقه، يمكن كاتبها حضرتك النهارده عن جمهور الاهلي. يعني حضرتك كيف يعني شفت المشهد ده النهارده؟ والله عارف محمد، دي يعني لما بتتمنى حاجه وبعدين تشوفها اكيد بتبقى سعيد جدا، لان احنا يعني المباريات مكسب وخساره، لكن احنا خسرانين الجماهير اللي بتسعد المدرجات وبتسعد اللاعبين وبترتقي بمستوى اللعبه، فانا دلوقتي 7 سنين. فطبعا لما يبقى في مباراه زي كده والفريق النتيجه للاسف يعني في 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 مجملها او في اجمالها ما هياش لصالح النادي الاهلي، لكن نلاقي الجمهور زي ما دخل وهو متشوق ونفسه ان فرقته تكسب، ويمكن يعني لو الكوره بتاعت عمرو السوليه اللي جت في القائم كانت دخلت كان احتمال كبير جدا ان يبقى في نتيجه اخرى، بالاضافه طبعا الى ان جسامه ما شاء الله من احسن الحكام. ده اي حد عدى جنبه اداله انذار. ما هو احسن اي حد بيعطس في الملعب بياخد انذار. هو عمل حسنه واحده في حياته لينا، اللي هو البنالتي بتاع تريزيجيه ان هو ما تخاضاش عنها في مباراه الكونو، لكن غير كده عمرنا ما شفنا منه حاجه كويسه. يعني واخرها كان ماتش كامل طبعا في نهائي كاس الامم المره الاخيره. لكن الجمهور بلا شك انه اثبت ان هو لما بيحب ان هو يبقى ملتزم بيبقى ملتزم، عاوز يثبت فعلا ان احنا لازم نرجع مدرجات. بلا شك ان الجمهور هو العامل الاساسي الاول لنبذ الخارجين من المندسين في المدرجات، لان انت حضرتك لما كل واحد هيسكت اللي جنبه، كل واحد لا يتفاعل مع اي واحد مغرض او اي واحد داخل علشان يفسد المباراة، وهي مش للأسف مش مباراة واحدة، ده بيفسد مباريات لمدة سنين. صحيح، واخد بال حضرتك؟ بلا شك ان كل واحد يبقى غصب عنه هيلتزم، ان احنا فعلا يعني كرهنا شكل المدرجات الفاضية. يعني احنا الدولة الوحيدة اللي بتلعب من غير جمهور، ويعني حتى انا يوميها بعد المباراة ما خلصت بحوالي ساعتين وعرفت ان الجمهور كله روح بسلام، كلمت مدير امن اسكندريه وهو راجل محترم اللي هو محمد شريف وشكرته،
وقلت له مبروك، لان فعلا هم يعني عملوا شغل جيد، والجمهور تفاعل مع النظام، تفاعل مع ان الناس كلها تكون منتظمه وملتزمه. اتمنى ان الكلام ده كله يستمر، وعندنا كاس امم افريقيا. صحيح. الناس كلها يمكن بعد كاس امم افريقيا يا دكتور ممكن نشوف الجماهير مره تانية موجوده في المدرجات. والله يعني انا اعتقد ان اللي حصل في ماتش الاهلي ده هيشجع جدا، كانت بادره هيشجع جدا ان الجمهور يرجع للمدرجات باذن الله، ونتمنى ان لغايه نهايه الدوري ان برضه الامور كلها وانا هنا بقول يا جماعه لو سمحتوا الاداريين واعضاء مجالس الاداره والمديرين الفنيين لو سمحتوا ضبط النفس برضه واللاعبين برضه، لان ده اللي بيعمل استثاره للجماهير. لما هم هيلاقوا الناس دي كلها ملتزمه بلا شك ان ده هيساعد كتير جدا على التزام الجماهير. فانا بشكر جماهير النادي الاهلي فعلا، لان هي هتبتدي تحط نواه عوده الجماهير الى المدرجات اللي اشتاقوا اليها واللي اشتاقت اليهم. احنا طبعا بنشكر حضرتك يا دكتور على المقاله الراقيه، ويمكن من الـ 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 الكلمات المؤثره والمميزه فيها وزاد من المشهد الراقي الذي ظهرت به جماهير الاهلي في مدرجات برج العرب قبولها لاعتذار لاعبيها. اعتقد ان طبعا جمهور يقبل اعتذار حاجه جديده على مصر. محمد ايه اقول لحضرتك، انا وانا بتفرج على الماتش، يعني انا اتفرجت يمكن على يعني كنت قاعد مع ناس فكنت بس مركز، حتى الناس كانوا، لان انا عندي انتخابات بكره، فحضرتك انا مرشح كل التوفيق لحضرتك ان شاء الله. فعندي انتخابات بكره، فكنت قاعد مع ناس لكن عيني على المباراه. انا لما شفت حسام عاشور وهو بيلم اللعيبه يعني كنت سعيد جدا جدا، لانها حركه حضاريه، وانك تروح تحيي جماهيرك، مش هقول تعتذر، لكن انت بتروح تقول للجماهير يعني انا كان نفسي ابسطكم، لكن الامور للاسف، لان ما حدث في بريتوريا او في المباراه الاولى، يعني انا لما تقعد تتفرج على الاجوان يعني كانك لعيبه مخدره. دي مباراه للنسيان، مش عايزين نتفرج عليها اصلا. يعني كان حاجه غير طبيعيه، ومش هو ده النادي الاهلي اللي احنا اتعودنا عليه. لان في الاول والاخر برضو انا دايما بقول ان النادي الاهلي ونادي الزمالك لما بيبقوا كويسين منتخب القوم بيبقى كويس. لما الناديين الكبار بيبقوا للاسف الشديد مستواهم بعيد عن الحاله اللي احنا نتمناها، ده بيؤثر تاثير مباشر على المنتخب القومي بتاعنا، واحنا داخلين على كاس امم على ملعبنا، والناس كلها بتحلم ان ما يحدث في 2006 وباذن الله هيحدث، سواء من جمال الجماهير وروعتها او جمال اداء الفريق وان هم يفوزوا بالبطوله ويسعدوا الشعب المصري ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك دكتور كرم كردي، نورتنا في قناه النادي الاهلي وفي برنامج كلام في الميديا. نرجع بقى نتكلم مره تانية عن نادي الاهلي وعن لقاءاته الهامه. قلنا لقاء بيراميدز يوم الخميس اللي جاي، لقاء بيراميدز يوم الخميس اللي جاي بحضور المشجعين، 5000 مشجع، 3000 للنادي الاهلي و500 لبيراميدز كالمعتاد يعني. طبعا طبقا للوائح اللي كان متفق عليها اتحاد الكره بحضور 5000، اعتقد ده هنرجع له تاني. اتمنى ان شاء الله ان يعني المباريات اللي قبل كاس الامم تكون بهذا القرار، وبعد كاس الامم ان شاء الله الامور تختلف تماما. صحيح. بعد هذا المشهد الراقي اللي قدمه جمهور النادي الاهلي في مباراة سان داونز، واعتقد جمهور الزمالك بالامس برضو كان نفس الشكل، فان شاء الله كل التوفيق للملاعب المصريه وللامن المصري وللجمهور المصري ان ملاعبنا ترجع كما هي. يا جماعه شفنا المشهد امبارح كان قد ايه رائع، كان قد ايه عظيم، شفنا الكلمات اللي قالها الدكتور كرم كردي، يعني ازاي يعني بتعظم من هذا الجمهور. والحقيقه الواحد بيحس ان الماتش ميت من غير جمهور. يعني بنشوف كل، احنا دلوقتي تقريبا كل المصريين بيتابعوا كل الدوريات الاوروبيه، خصوصا اللي هم الخمس دوريات الكبار. بنشوف قد ايه الجمهور المدرجات مكتمله، يعني قد ايه ده مؤثر، قد ايه راسم تابلو رائع وجميل، وقد ايه ده بيفرق مع اللعيبه. شفنا جمهور النادي الاهلي فرق قد ايه مع اللعيبه. فنتمنى ان الجمهور يرجع يعني حتى يعني لو ب 50% من قوته تدريجيا الى ان تكتمل القوه، ده هيكون مفيد جدا ومفيد لمصر. اعتقد ان الامور في كاس الامم الافريقيه ان شاء الله هتكون مختلفه تماما، ملاعبنا هتكون ممتلئه تماما بالمدرجات، لان كل الجمهور المصري هيكون موجود، وباذن الله مصر قادره على التامين الكامل للجمهور وللملاعب ولكل شيء، والملاعب
الآن الستة التي ستستضيف البطولة من الثلاثة في القاهرة واسكندرية واسماعيلية وبورسعيد كلها ملاعب جاهزة ومؤمنة على أعلى مستوى طبقا لأحدث النظم العالمية. صحيح. طيب الخمس تلاف مشجع لحضروا مباراة بيراميدز اليوم الخميس الجاي إن شاء الله. إحنا طبعا المباراة الأولانية ما كانش فيها أي حضور جماهيري, كان فيها غير بس مجلس الإدارة والإداريين فقط, لكن وجود بقى الخمس تلاف مشجع في المباراة القادمة هيفرق مع النادي الأهلي, هيفرق مع لعيبة النادي الأهلي؟ طبعا أي جمهور موجود للنادي الأهلي في المدرجات بيفرق مع النادي, حتى لو 10 بيفرقوا مع النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي يعني متى شعرت لعبت لأن جمهورها في المدرج وبيهتف ليه وموجود ليه, بجانب طبعا الجمهور الملايين اللي حوالين شاشات التلفزيون, أعتقد ده بيفرق وده مهم جدا, وأكيد هيكون لهم صوت قوي وصوت مسموع, هيكون لهم تأثير كبير جدا إن شاء الله بكرة في يوم الخميس بإذن الله على المباراة وعلى نتيجتها. إن شاء الله الجمهور يقدم لنا مشهد راقي كما شاهدناه مؤخرا في هذه المباراة. بعيدا بقى عن النادي الاهلي وعن بطوله الدوري المصري الممتاز, تعالى نروح لكاس امم افريقيا واستعدادات مصر لاستقبال البطوله المهمه دي. كان 2019 اكيد طبعا حدث رياضي مهم جدا, هو بس مش رياضي, هو طبعا يعني حدث لي ابعاد تانيه كتير جدا مهمه لمصر. اكيد شايف استعداداتنا عامله ازاي, وشايف طبعا كنت اتكلم عن ملاعب, ست ملاعب, ثلاثة في القاهرة, بورسعيد واسماعيلية واسكندرية, شايف استقبالنا دلوقتي ازاي للبطولة دي؟ الحقيقة زي ما انت قلتي ده حدث ليس فقط حدث رياضي, الرياضة لم تعد محصورة في كلمة الرياضة. صحيح. بل حدث سياسي وحدث اقتصادي وحدث اجتماعي وحدث أمني وحدث جماهير وحدث شعبي, يعني مجموعة من الأحداث. الحدث ده لما بيكون في مكان بيخلي كل أنظار العالم أولا قارة أفريقيا بشكل خاص والعالم بشكل عام متجهة إلى مصر لمتابعة, زي ما كان المونديال في روسيا, يمكن العالم كله ما بصش لروسيا زي ما بص لها لما كان المونديال عندها. فالأحداث الرياضية المهمة وخصوصا المتعلقة بكرة القدم بتجذب الأنظار وبتلفت الانتباه وبتأخذ كل الأضواء, فمهم جدا أن احنا نهتم بالحدث. وأعتقد أن الدولة المصرية بكامل قوتها وبكامل طاقتها مهتمة بهذا الحدث, بداية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الرياضة واتحاد الكرة, كله مهتم بهذا الحدث المهم وهذا الحدث أجلت. وده كان واضح أكيد كمان في حفلة القرعة. بالضبط, يعني أنا جاي لك, أنا يعني الدولة المصرية بقيمتها وقدراتها التنظيمية العالية ظهرت في حفل القرعة. صحيح. التنظيم رائع. الأمن, المنظر الجميل, المنظر الرائع. الحقيقة يمكن الواحد كان فخور جدا, يعني مشهد صحيح. رائع, مشهد تفخر بيه كمصري. اختيار المكان كان رائع, كان نموذجي. وضع الضيوف كان مذهل, الاعداد والجلسات كانت منظمه بشكل مهم جدا. سحب القرعه تم بشكل رائع زي ما كنا بنشوف كره كاس العالم. فحقيقه فخر كبير جدا لمصر. مين اللي عنده المنظر ده انه راكب الاهرامات الثلاثه وراكب الهول وانت قاعد عامل هذا صحيح. الفيو قدام العالم كله اللي الناس بتجيله من كل انحاء العالم عشان تشوفه, بتقدم المشهد الجميل ده والمشهد الراقي ده. اعتقد ان منظر القرعه ده بيقول لنا ان في شغل مهم جدا, في تنظيم مهم جدا, والدليل على ان مش هي رياضه, ده اشتغلت في وزاره السياحه واشتغلت في الطيران واشتغلت في الداخليه واشتغلت في الامن. مصر كلها كانت في صحيح. في القرعه, ومصر كلها هتكون في كاس الامم الافريقيه. ان شاء الله هنقدم كاس الامم الافريقيه رائعه ونموذجيه كما تلك التي قدمناها في 2006 واللي كانت مصر فيها عظيمه وحققنا فيها اللقب. يعني اخر بطولتين نظمناهم في 86 وفي 2006 كان تنظيم رائع, وكان اللقب من اجل مصر باذن الله. البطوله على ارضنا والكاس لينا ان شاء الله. خلينا نرجع نتكلم برضو على امم افريقيا وعلى منتخبنا الوطني الاول, لكن بعد الفاصل. ثانيه ولسه منورنا في الاستوديو استاذ محمد الروسي ناقد رياضي الكبير. نرجع بقى نتكلم عن بطوله امم افريقيا او عن كان 2019, كنا بنتكلم عن القرعه. فعايز اسالك الاول, يعني شايف انهي مجموعه هي الاقوى وهي الاصعب؟ لا يعني بطلي ما فيش مجموعة الأقوى ولا الأصعب, يمكن التوزيع تم تبقى لتصنيفات واضحة ومحددة, مستوى أول وثاني وثالث ورابع, في توزيع شبه عادل موجود يعني. لكن عايز أتكلم عن مجموعتنا تحديدا, وده اللي يهمنا في الموضوع. يعني البعض بيقول لك ان المجموعه سهله والمجموعه يعني عاديه جدا واحنا ضامنين التاهل. طبعا كره القدم ما فيهاش الكلام ده خالص, انت المفروض ده بيفكرني بقى بكلامنا عن كاس العالم واحنا ما فيش زينا واحنا هندخل وهنصعد يعني والموضوع في ايدينا ياما اتحطينا في مجموعات سهله في كاس العالم وفي افريقيا وتعثرنا في الكثير من الامور صحيح. في السابق يعني, فمش عايزين النغمه دي تسود. احنا بنتكلم على منتخب اوغندا اللي كان معانا, وده كان منتخب كان يعني من اقرب المنافسين
لينا وفاز علينا في اوغندا بهدف وكسبناه بصعوبه جدا في القاهره بهدف. منتخب زيمبابوي منتخب لنا معه تاريخ، منتخب الطوبه الشهير اللي مباراتنا تعادت معاه وما قدرناش نكسبه، فمنتخب زيمبابوي. فاعتقد ان الامور مش سهلة زي ما الناس متخيلة. قصدي منتخب الكونغو موجود من المنتخبات القوية مميزة اللي فيها لعيبة محترفة. الأمور ليست سهلة. أنا في ظني إن مفيش أي مباراة سهلة في كرة القدم إلا بعد نهايتها. يعني أنت تقول سهلة لما تلعب وتحقق نتيجة كبيرة جدا، أنا بقول المباراة سهلة، لكن أي مباراة صعبة. إنك أنت لا تتخيل إن أداء ال 11 لعيبة اللي موجودين دول يعمل معاك إيه. ممكن فرق ياما فرق صغيرة جدا عملت مفاجآت مع فرق كبيرة جدا، فلابد أن نحذر من هذه النغمة وبحذر من النغمة دي علشان الناس تركز بشكل كبير جدا والناس تهتم بصورة أكبر والناس ما تستسهلش الموضوع. احنا بنفكر في اللقب، فكل مبارياتنا مهمة جدا، ولا بد أن نحترم المنافس لأقصى درجة كما لو كنا بنلعب قدام غانا أو الكاميرون أو بنلعب في النهائي. أكيد. طيب خليني أسألك عن توقعاتك، مين ممكن يوصل الفاينل ومين ممكن برضو يوصل السيمي فاينل من المنتخبات المشاركة في كان 2019؟ بصي، أفريقيا يمكن فيها معروف أن فيها قوة كروية كبيرة. القوة دي هي دايما اللي بتوصل للنهايات. يعني هتلاقي مثلا عندك مصر دايما من الدول المرشحة. احنا بنحمل ريكورد، عندنا 7 ألقاب، محدش موجود لي. لما نتكلم بعدين على طول منتخب الكاميرون موجود، اللي لعبنا معاه الفاينل الاخير ولعبنا معاه كمان فاينل قبل كده. منتخب غانا، منتخب كوت ديفوار، منتخب السنغال، منتخب نيجيريا عمل مباريات كويسه وكان مميز جدا في كاس العالم، منتخب ليه اسمه وليه تاريخ. اكيد. منتخبات الشمال الافريقي عندنا تونس والمغرب مهمين جدا، ومنتخبات افريقيا والمغرب. يمكن المغرب كانت اول مره نفوز عليها في كان 2017 بعد 30 سنه. ده صحيح يعني. وغير كده ان المغرب من المنتخبات اللي ظهرت بشكل قوي ومميز في كاس العالم طبعا. اعتقد ان مكملين مع مدربهم الفرنسي رينر. فاعتقد ان الموقف صعب جدا على الناس كلها ومش سهل، والبطوله دي محتاجه جهد كبير جدا لان في عدد كبير جدا من المحترفين موجودين. اعتقد هيكون لهم بصمه كبيره في البطوله، لكن في النهايه نتمنى الفوز لبلدنا مصر تنظيما وكاسا باذن الله ان شاء الله. شكرا ليك استاذ محمد القصي ناقد الرياضي، نورتنا النهارده في كلام في الميديا في مكانك يعني. مشاهدينا شكرا لمتابعتك، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من كلام في الميديا، ومن بكره ان شاء الله يكون معاكم زميلي امير هشام في كلام في الميديا.